حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشه لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استاذن ازواجه ان يمرض في بيتي فاذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الارض وكان بين العباس ورجل اخر قال عبيد الله بن عبد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشه فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشه قلت لا قال هو علي بن ابي طالب